يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة حلقة مهمة جدا جدا جدا، لأن احنا بنتكلم في أمور غريبة شوية بالنسبة لكل الأهلاوية. كالعادة هيكون عندنا أخبار مهمة، وأكيد كل ما يتعلق بالنادي الأهلي سواء في الصحف والمواقع وبعض الأخبار المحلية والعالمية وأخبار محترفين في الخارج. لكن الأهم دلوقتي مباراة الأهلي وبيراميدز، مباراة إن شاء الله هتكون مهمة، ولو اتلعبت هتكون بكرة بإذن الله في تمام الساعة 8:00 مساء على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس. لكن الأزمة اللي خلال هذه الساعات وبالتحديد من امبارح بالليل، ورفض الأمن لحضور الجماهير لهذه المباراة. احنا عارفين ان مسموح اصلا في كل المباريات ان عدد معين من جماهير وبالتحديد 5000 مشجع هم اللي يحضروا مباريات بطولة الدوري، وفي المقابل كمان مباريات الزمالك مع بيراميدز اللي هي كانت بتاعه الزمالك اللي كانت على ملعب بتروسبورت كانت بجمهور الزمالك كان متواجد، مباراة الاسماعيلي مع بيراميدز في الاسماعيلية كان جمهور الاسماعيلي مالي المدرجات. بكرة المباراة بتاعت النادي الأهلي، ليه ما يحضرش جمهوره؟ ده سؤال لازم يكون في رد عليه، لأن الموضوع بصراحة كده صعب جدا. هل هو تعنت ضد النادي الأهلي؟ هل هو تعنت ضد مجلس إدارة النادي الأهلي؟ بصراحة الواحد عمال يفكر من امبارح، مش لاقي أي تفسير، مش لاقي أي إجابة لهذا القرار، وخصوصا من خلال امبارح وأول امبارح الكلام كله عن 5000 بشكل طبيعي جدا هيحضروا هذه المباراة، و5000 بيكونوا مقسمين إلى 3000 ونصف تذكرة لي أو 3000 بالضبط تذكرة لصاحب الملعب اللي هو النادي الأهلي، و1500 تذكرة كدعوات لاتحاد الكرة، و500 تذكرة للفريق الضيف وهو بيراميدز. إذ فجأة امبارح بالليل لا، المباراة دي هتتلعب من غير جمهور لأسباب أمنية. في المقابل طبعا كل الاحترام والتقدير وكل حاجة للأمن، لكن في المقابل في مناسبات كتير جدا بيبقى مليان فيها جماهير، بيبقى في جماهير بعدد كبير قوي وبتتأمن أحسن تأمين. قصة التأمين دي وحشة في حق اللي بيطلبوا كده او اللي بيتكلموا ويقولوا المباريات لازم من غير جمهور عشان جوانب امنيه ومش عارف ليه. احنا مقبلين يا جماعه على بطوله الامم الافريقيه، انت محتاج كل الجماهير تكون متواجده في المدرجات. لا، الموضوع بصراحه صعب جدا وغريب جدا. خلينا نتكلم في اللائحه بتاعت اتحاد الكوره. لائحه اتحاد الكوره قبل انطلاق المسابقه واللي تم ابلاغ كل الانديه بهذه اللائحه، وهي بتتعلق بان كل الانديه ممكن تلعب بجمهور عادي فيما عدا مباريات الجماهيريه اللي هي بتكون مين؟ اهلي وزمالك، اهلي واسماعيلي، اهلي ومصري، اهلي واتحاد، العكس كمان، زمالك واتحاد، زمالك واسماعيلي، زمالك ومصري، المصري والاتحاد مع بعض. يعني المباريات الجماهيريه الشعبيه، الانديه اللي ليهم جماهيريه دي، المباريات دي اللي هتكون من غير جماهير. لكن في المقابل اي مباراه لاي نادي من الانديه الجماهيريه مع اي نادي اخر من الانديه اللي هي غير جماهيريه عادي جدا ان انت تحضر جمهور. بالتالي هل بيراميدز نادي عنده جماهير؟ عنده شعبيه؟ اطلاقا خالص، ما حدش بيشجع بيراميدز. هل حد بيشجع بيراميدز؟ ما حدش بيشجع بيراميدز. ممكن ناس تشجعهم عشان بس المسابقه بتاعت بطوله الدوري، عشان هم يكسبوا فيعطلوا مثلا منافس او كلام من ده. ده بس توقيت بتاع تشجيع بيراميدز، لكن هل هم ليهم قاعده جماهيريه؟ ما لهمش اي قاعده جماهيريه. طب ليه بقى في المباراه من غير جمهور؟ شيء بصراحة غريب ومش لاقي له تفسير، واعتقد ان هيكون في اتجاه بعد ما شفنا بيان النادي الاهلي بالامس ان هو يعني بيتحفظ على قرار الامن، وان هو شايف ان الموضوع غير مبرر. فبالتالي قصة صعبة، واعتقد ان هيكون في اجتماع مجلس ادارة لو فضلت الامور زي ما هي كده، ان المباريات من غير او مباريات الاهلي وبيراميدز بالتحديد بكره من غير جماهير. وضع صعب وامور صعبه، ولازم قبل كل مباراه جماهيريه يحصل ازمه ليه؟ انا يعني مش فاهم، احنا يا جماعه بناخد خطوه لقدام ولا خطوه لورا؟ ما نبص للناس اللي حوالينا، نبص للدول اللي حوالينا. السعوديه المباريات فيها ما شاء الله حاجه روعه بصراحه، ملعب ارضيته تحفه، الجماهير باعداد غفيره، الاستاد مملوء على اخره، يعني كل الجماهير موجوده بشكل جيد جدا، اجواء كلها رائعه لاداء مباريات كره القدم. اشمعنى احنا؟
بلاش السعوديه، عندك تونس، المغرب، كل الدول اللي حواليك ماشيين بشكل كويس، وانت اللي هتنظم بطوله الامم الافريقيه كمان شهر، مش عارف تنظم مباراه او مش عايز الجمهور يحضر مباراه، لا شيء غير منطقي خالص يعني. ولازم يبقى في حل، وحل سريع. واعتقادي الشخصي، اعتقادي الشخصي ان هيكون في اجتماع من مجلس اداره النادي الاهلي وهينتج عنه قرارات، لان مجلس اداره النادي الاهلي متمسك بلعب المباراه، بالجمهور بتاعه، بالعدد المسموح به. فبالتالي هنشوف تداعيات هذا القرار هتكون ايه لو الامن فضل مصمم. البعض بيقول لك الاهلي بيقترح انه يؤجل المباراه اطلاقا، الاهلي ما تطرقش لهذه النقطه اصلا، مفيش اي نقاش حصل ما بين اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي بخصوص ان المباراه تتاجل لحد ما يحلوا القصه، لا. الاهلي عايز يلعب المباراه بكره بجمهوره. ده اللي عايزه النادي الاهلي، لكن حته المباراه تتاجل دي حاجه غير مقترحه اساسا بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي، وعايز يلعب المباراه في ميعادها، بس الاهم بحضور جمهور النادي الاهلي. طيب قبل كده كنا بنعاقب الجمهور عشان شتم وعشان في تصرفات ممكن نكون شايفينها غير سليمه من الجماهير في المباريات او بعض المباريات. طيب مباراه سان داونز الاخيره، هل طلع اي لفظ من جماهير النادي الاهلي خلال هذه المباراه؟ هل المظهر الرائع اللي شفناه خلال مباراه الاهلي وسان داونز تشوبوا اي شائبه؟ في اي حاجه حصلت من جمهور النادي الاهلي اطلاقا؟ الراجل المخرج في المباراه ما قفلش الصوت ولا مره، كنا سامعين صوت الجمهور عادي جدا، وكانوا 90 دقيقه في الحقيقه وبعد 90 دقيقه بيشجعوا النادي الاهلي، فهل ده جزاؤهم يعني؟ يعني الناس ابدوا حسن النوايا وبيشجعوا فريقهم بس، وعايزين يأزروا النادي الاهلي خلال الفتره دي، خلاص ما عندناش غير الدوري والكاس دلوقتي لو الكاس اتلعب يعني. فالجمهور كله عايز يساند فريقه في منافسه قويه وصعبه جدا، ودي حقوقه، ابسط حقوقه طبقا للوائح الخاصه باتحاد الكره قبل بدايه الموسم وطبقا للاتفاقات وكل حاجه يعني. انت ليه بتحرم الاهلي من حقه؟ ما هو الجمهور ده عنصر من العناصر بالنسبه للنادي الاهلي في المباريات. انت ينفع دلوقتي تيجي في مباراه بيراميدز تقول لهم لا ما تلعبوش كينو مثلا، ما تلعبوش اي حد من عبد الله سعيد، ما تلعبوش اي حد من اللعيبه الموجودين؟ ما ينفعش. انت برضو ما ينفعش تقول لنا ما تلعبوش من غير جمهور. طبعا حق الامن وكلنا بنحترمه وكل الكلام ده، احنا يعني مقدرين جدا جدا كل المجهودات اللي بيعملوها، لكن في نفس الوقت لازم نكون منطقيين شويه. ما فيش اي مبرر ان الاهلي ما يحضرش او جمهور الاهلي ما يحضرش هذه المباراه. خايفين ان الاهلي يشتم؟ يعني الاهلي مش هيشتم، جمهور الاهلي مش هيشتم. جمهور الاهلي لو كان عايز يوصل رساله فهو وصلها خلاص. جمهور الاهلي دلوقتي مركز مع فريقه، ومركز في ازاي ان النادي الاهلي يقدر يفوز باصعب بطوله دوري من فترات كبيره جدا جدا في منافسه ثلاثيه، واحنا كلنا مستمتعين بهذه المنافسه. طبعا انتماءات كل واحد فينا، كل واحد بيتمنى الفريق اللي بيشجعه هو اللي يفوز بالدوري، ده شيء طبيعي وعادي جدا في العالم كله، لكن يعني ما تحطش عراقيل لفريق عن الاخر. لازم يكون في تكافؤ فرص، مبدا تكافؤ الفرص اللي كل الناس بتتكلم عليه خلال الفترات اللي فاتت. قالوا لك لا لازم بيراميدز، قالوا لك لا لازم الاهلي يلعب الزمالك الاول مباراه الدور الاول عشان احنا نلعب المباراه بتاعتنا. ماشي. دلوقتي هل الزمالك لعب مع الاسماعيلي اي ماتش هذا الموسم؟ مفيش. الاسماعيلي والزمالك هيلعبوا ماتشين ورا بعض، الدور الاول والدور الثاني. هل الاهلي اتكلم او قال اي حاجه؟ لا، الاهلي يعني اكبر من كده. لكن في نفس الوقت ما تجيش على حقوقه، في نفس الوقت ما تحطش عراقيل وتشتيت كمان للاعبين. هل الموضوع ممكن يكون تشتيت؟ يعني ممكن ان انت بتحاول ان انت تشتت لعيبه النادي الاهلي قبل مباراه مهمه زي دي بموضوع الجمهور ولا مش الجمهور وكلام من ده؟ مش عارف، انا حاسس ان في اتجاه ضد النادي الاهلي. دي طبعا جماهير النادي الاهلي في ماتش سان داونز منظر ومظهر اكثر من رائع، ده بعد المباراه وخرجنا من بطوله دوري ابطال افريقيا. طبعا هم هنا بيحيوا لعيبه النادي الاهلي، البعض كان متوقع ان يبقى في شتايم بقى للعيبه وفي تكسير كراسي والامور هتتقلب ومش عارف ايه وكلام من ده. خالص، منظر اكثر من رائع. حسام عاشور جمع اللاعبين حواليه بالجهاز الفني
وبعد كده هيروحوا يحيوا الجمهور اللي قاعد يناديلهم بعد المباراة أكثر من 3 4 دقايق. ايه اللي ممكن يكون عمله جمهور النادي الاهلي عشان ما يحضرش مباراه بكره؟ وبعدين يا جماعه احنا بنتكلم في 3000 واحد، هو ده عدد 3000 واحد؟ ده يعني قليلين جدا جدا. امال لو الامور متاحه ان الساعه الكامله بالاستادات يحضر فيها الجماهير، هيبقى الموقف ايه؟ مش هتتلعب مباراه اصلا؟ طب برضو السؤال هنا، بعد ان شاء الله باذن الله بطوله الامم الافريقيه والامور تمشي بشكل كويس جدا وتبقى الدنيا كويسه، هل لما الاهلي هيلاعب بيراميدز برضو هنلعب من غير جمهور؟ ما هو متوقع، المتوقع والطبيعي ان انت بعد بطوله الامم الافريقيه لما تخلص الساعه الكامله لاي استاد تبقى متاحه لكل الجماهير. طالما امنت بطوله كبيره بحجم بطوله الامم الافريقيه، طبيعي بقى ان انت هتامن مباريات الدوري، وطبيعي جدا ان كل الجماهير هترجع عادي بقى مفروض. لكن برضو السؤال هنا، هل مباراة الاهلي وبيراميدز بالذات بالتحديد هتكون من غير جمهور بعد بطولة الامم الافريقية؟ مش عارف بقى، انا بصراحة مش عارف، الموضوع غريب وصعب جدا. يا ريت يا جماعة تجيبوا لي صور جمهور الاسماعيلي في مباراة بيراميدز وصور جمهور الزمالك في مباراة بيراميدز، لان ده شيء مهم جدا. ليه؟ اشمعنى النادي الاهلي يا جماعه؟ اشمعنى؟ وضع صعب بصراحه وامور غريبه وملهاش اي موقع من الاعراب، او مش وقتها خالص. بالعكس، انت المفروض دلوقتي دي كلها تجارب ليك قبل بطوله الامم الافريقيه، ان انت بتخلي الجمهور يبقى موجود قبل البطوله. طيب دي صوره جماهير الزمالك في مباراه بيراميدز. تمام، ناس حضرت وعادي خالص، وكانت مباراه اكثر من رائعه فنيا وجماهيريا وكل حاجه، استمتعنا في الحقيقه بمباراه الزمالك وبيراميدز بشكل كبير قوي. صوره الجمهور هو موجود في استاد بترو سبورت، مفيش اي مشكله حصلت ومفيش اي ازمه حصلت. تمام، كانت المباراه بتاعت الزمالك، يعني من حقه ان هو ايه يحضر بجمهوره طبقا لايه للوائح والقوانين بتاعت اتحاد الكوره. تمام، ادي مباراه الزمالك والدنيا عدت حلوه قوي. كل دي صور من مباراة الزمالك وبيراميدز، وادي الخلفية كمان اهو في استاد بترو سبورت على شمالك كده، وانت باصص على الشاشة على الشمال كده اهو في عدد كبير من الجماهير موجودة غير الجماهير الموجودة في الدرجة الأولى والمقصورة. تمام، فالأمور كانت طبيعية وعادية، يعني الدنيا عادي اهي، المقصورة اهي، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارة بيراميدز وجماهير وراهم اهم، والدنيا جميلة وزي الفل و10 على 10 يعني. ودي زاوية أخرى للدرجة الأولى بالنسبة لمباراة الزمالك وبيراميدز بتاعت الدور الأول، وهي كانت مباراة خاصة بنادي الزمالك. الدور الثاني بقى دي حاجة تخص بيراميدز بقى، عايز يجيب جمهور مش عايز يجيب جمهور، لو أصلا لو عنده جمهور هو ما عندوش جمهور أصلا يعني. مباراة الإسماعيلي كمان لو صور موجودة نجيبها، لأن برضو الجمهور الإسماعيلي كان موجود في المدرجات بشكل جيد جدا. أهي معانا، أهي جمهور الاسماعيلي كان متواجد وآزر فرقته، قدروا ان هم يفوزوا في مباراه كانت جميله ايضا ما بين الفرقتين، لان احنا بنتكلم الطبيعي المباريات هتبقى جميله ما بين اسماعيلي وبيراميدز، الزمالك وبيراميدز، الزمالك واسماعيلي، اهلي وبيراميدز، اهلي وزمالك، اهلي واسماعيلي، المباريات دي اللي فيها فنيات عاليه قوي لازم كلنا هنستمتع بيها يعني. فالجمهور حاضر هو منتهى الاحترام ومنتهى الجمال بصراحه، جمهور نادي الاسماعيلي ومظهر اكثر من رائع ومؤازره كبيره جدا للاعبتهم، وفازوا في هذه المباراه 2-0 او 2-1 على ما اتذكر. 2-0، فبالتالي يعني الدنيا طبيعي اهي. اشمعنى بقى مباراة الاهلي اللي تبقى من غير جمهور؟ انا نفسي لو حد يا جماعة، طب مش عارف نعمل مسابقة ولا ايه؟ لو حد يا جماعة عنده سبب معين لعدم حضور مباراة او حضور الجمهور مباراة الاهلي وبيراميدز، يا ريت تبعتوا لنا على صفحات قناة الاهلي المختلفة سواء انستجرام تويتر او فيسبوك، يمكن يكون في سبب عند اي حد من المتابعين احنا ما نعرفوش، لان هي بصراحه حاجه غريبه جدا. عامه النادي الاهلي برضو دي نقاط مهمه جدا، النادي الاهلي ما طلبش تاجيل مباراه ولا هيطلب تاجيل مباراه، الاهلي يستعد للمباراه بكره. النادي الاهلي متمسك جدا 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 بحضور جماهيره لهذه المباراه. الاهلي متمسك بحضور جماهيره لهذه المباراه. رقم 3، الأهلي منتظر الرد النهائي من الأمن بخصوص حضور الجماهير، بناء على هذا الرد
يا اما هيكون بالايجاب ويحضر جمهور النادي الاهلي هذه المباراه، يا اما هيكون بالسلب وهيكون في بقى اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي، هم ادرى وهم اللي هيقرروا القرار الانسب لمصلحه النادي الاهلي. نتمنى ان الامور تمشي بشكل كويس، نتمنى ان المباراه تتلعب، نتمنى ان المباراه تكون بجمهور النادي الاهلي، لان ده عنصر من العناصر الاساسيه للنادي الاهلي محروم منها بقاله سنين كتير جدا في بطوله الدوري. فان شاء الله الامور تسير بشكل جيد. وفي الاخر برضو كل الاحترام والتقدير للامن، بس في نفس الوقت بعد اذنك لازم تبقى منطقي معايا، لازم خليك منطقي معايا، ما تحطليش اسباب او ما تحطليش قرارات غير منطقيه او ما ينفعش اقتنع بيها. يعني ما برضو في مباريات كتير جدا اتلعبت بجمهور، وادينا جبنا الصور مباراه الزمالك وبيراميدز، والزمالك او الاسماعيلي كمان وبيراميدز، فمفيش سبب بصراحه. وبعدين ده قبل المباراه، ده امبارح بالليل يعني قبل المباراه بحوالي اقل من 48 ساعه القرار طلع، يعني وقت ضيق. ان شاء الله الدنيا تتظبط، وان شاء الله يكون في قرار ايجابي بالنسبه للامن اللي احنا بنحترمه وبنقدره بكل تاكيد، وان شاء الله باذن الله يحضر جمهور النادي الاهلي لهذه المباراه، وكلنا ثقه كبيره جدا 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 في مجلس اداره النادي الاهلي، وكلنا داعمين ليه. مش هو عشان مجلس اداره النادي الاهلي الموجود دلوقتي، يعني اي مجلس اداره موجود في المرحله دي احنا هندعمه جامد جدا، هنبقى في ظهره، لازم تبقى في ظهر ناديك بشكل كبير، ولازم تبقى واثق فيه، هم ادرى ناس من خلال تواصلهم مع كل الجهات بمصلحه النادي الاهلي. ايا كان القرار اللي هم هياخدوه لازم هنساندهم فيه. ان لم يكن القرار كلنا عارفين ممكن يكون متجه لحد فين يعني، بس المهم خلي الامور كلها في الوقت بتاعها. ان شاء الله الدنيا تمشي، وان شاء الله المباراه تتلعب، وان شاء الله تبقى بحضور جماهير النادي الاهلي، ولازم يكون في الاتحاد الكره دور في هذه الجزئيه بالتحديد، يعني خصوصا في ظل ان انت بتحاول تعمل مبدا تكافؤ الفرص اللي تغاضى عنه النادي الاهلي، عشان ده موقف بالنسبه له جيد ان مباريات الزمالك والاسماعيلي ما اتلعبتش ولا الدور الاول ولا الدور الثاني، كان ممكن يعترض وكان ممكن يحط العقدة في المنشار كده زي ما حصل في مباراه الاهلي وبيراميدز بتاعت الدور الاول، لما كانوا عايزين يحولوا مباراه لكاس مصر والاهلي تمسك ان المباراه تتلعبش في كاس مصر تتلعب في الدوري، بس الاهلي كبر دماغه في الحاجات دي يعني. فطبقا لمبدا تكافؤ الفرص مهم جدا من قبل اتحاد الكوره ان يكون في محاولات جديه مع الامن لحضور جمهور النادي الاهلي لهذه المباراه. الواحد مش مصدق والله احنا داخلين على بطوله الامم الافريقيه وهيبقى في عدد كبير من الجمهور، يعني حاجه غريبه. طيب المهم خلينا نخش في حلقه النهارده، حلقه هتكون مهمه جدا واكيد مليئه بالعناوين والاخبار الخاصه بالنادي الاهلي. خلينا نبتدي باهم العناوين. الاهلي يتمسك بخوض مباراه بيراميدز في حضور جماهيره. الفريق الأول يختتم تدريباته اليوم استعدادا لبيراميدز. فحص طبي لرمضان صبحي لتحديد جاهزيته لمباراة الغد. الجري يعد اتحاد الكرة بتحقيق لقب أمم أفريقيا. توقف الدوري 2 يونيو استعدادا لأمم افريقيا. محمد صلاح في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم. الليلة ليفربول يواجه بورتو وسيتي أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا. طيب عناوين الاخبار كلها اكيد مهمه جدا. خليني اقول لكم ان في النص الثاني من حلقه النهارده هيشرفنا وينورنا في الاستوديو
الاستاذ محمد السيد الناقد الرياضي بالاخبار المسائي، وهنتكلم في كل الامور المطروحه على الساحه الرياضيه المصريه في الوقت والساعات الحاليه تحديدا. نروح نشوف ايه اللي اتكتب على النادي الاهلي في الصحف، يلا بينا. مجله الاهلي، الدوري يا اهلي. مجلة الأهلي، الدوري حلو، مواجهات نارية للأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم اللقب. مجلة الأهلي، تدريبات سرية ومعسكر مغلق قبل لقاء بيراميدز. الأهرام، الأهلي يستقر على تشكيله الأساسي للقاء بيراميدز وحيرة حول مركز واحد، محاولات لإقناع اللاسارتي بالدفع برمضان صبحي بدلا من أجايي المجهد. الأخبار، الأهلي يغلق تدريباته استعدادا لبيراميدز، متصدر الدوري يتمسك بحكام أجانب والمسابقات تخاطب 8 دول. الجمهورية، يعسكر لبيراميدز وتعديلات في التشكيل، الميركاتو صداع في الأهلي. الأخبار المسائي، الأهلي يجهز أسلحته، الفريق في معسكر ولاسارتي يضع خطة إسقاط المنافس الجديد. اليوم السابع، لاسارتي يضع خطة الأهلي للصقر من بيراميدز. اليوم الأحمر يترقب اختيار حكم متميز لمباراة الغد. المساء، قبل مواجهة بيراميدز كينو صداع في رأس المدير الفني للأهلي، لاسارتي استقر على حمدي فتحي بدلا من عاشور وأزارو يقود الهجوم. مجلة الأهلي، التعديلات الدستورية تؤجل مباراة الأهلي والمصري. مجلة الأهلي، قبل 4 جولات من النهاية شباب الأهلي بطل الدوري رسميا. بخلاف القصة اللي احنا اتكلمنا فيها في بداية الحلقة النهاردة، احنا بقى دلوقتي هنناقش اكن الامور ماشية بطبيعتها جدا، واكن المباراة بكرة بجماهير، فبالتالي يعني نطمن على فريقنا النادي الاهلي واستعداده لمباراة الغد امام بيراميدز. وبالمناسبة احنا كلامنا كله بنحترم فيه كل الاندية بكل المسؤولين بكل الناس الموجودة، ودي طبيعتنا ولازم نحترم ونقدر كل الشخصيات الرياضية في مصر والمسؤولين بشكل عام. احنا بس بنتكلم في حقوق، بنتكلم في حقوق، ده شيء مهم جدا. طيب، مجلة الأهلي بتنادي الفريق وبتقول الدوري يا أهلي، هو نداء معروف لجمهور النادي بالتحديد، خصوصا بعد ما انت خرجت من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بطولة كنت حاطط فيها أمال كبيرة جدا جدا ان انت تفوز بيها هذا العام، خصوصا بعد غيابها لفترات كبيرة عن الفريق وعن دولاب بطولات النادي الأهلي. فبالتالي التركيز دلوقتي أصبح منصب في بطولة الدوري العام وضرورة الفوز بهذه البطولة، وهي فعلا ضرورة الفوز بهذه البطولة، لازم تكسب إن شاء الله بإذن الله بطولة الدوري، لأن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعوض جمهور النادي الأهلي شوية عن فقدان بطولة دوري أبطال أفريقيا أو الخروج يعني من بطولة دوري أبطال أفريقيا هي بطولة الدوري، لأن هي أيضا من بطولة من البطولات المفضلة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، فضروري جدا ان انت تركز في متبقى ليك من مباريات في بطولة الدوري، وتحاول ان انت تجمع اكبر قدر ممكن من النقاط، خصوصا في ظل منافسة صعبة جدا جدا هذا الموسم ما بين نادي كبير ومحترم زي نادي الزمالك وما بين نادي محترم زي نادي بيراميدز. فمهم جدا ان انت تقدر تنافس بقوة، مباراة بيراميدز هتكون مهمة، لازم تقدر تاخد ال3 نقاط علشان خد خطوة مهمة جدا في مشوارك في بطولة الدوري، وهيكون عندك كمان مباراة المصري البورسعيدي بعد ما تم تعديلها بقت يوم 25، فبالتالي هتكون أيضا مباراة صعبة وحاسمة وفاصلة في بطولة الدوري أو في جدول المسابقة بالتحديد. عندك كمان الإسماعيلي، يعني كلها مواجهات أصعب من بعض، ولسه عندك الزمالك في الآخر، فكل نقطة هتفقدها خلال الفترة دي هيبقى هتصعب عليك الأمور بشكل أكبر. احنا في وقت مش محتاجين الأمور تتصعب، في وقت
محتاجين نشوف الفريق بشكل جيد ومميز وبنتائج اهم من الشكل والاداء. النتائج الفتره دي هي الاهم، مهم جدا ان انت تحصد الثلاث نقاط، فان شاء الله الدوري يا اهلي. كمان لسه مع مجله الاهلي واللي بتقول ان الدوري احلو، وبتتكلم على ان المنافسه زي ما احنا بنقول لحضراتكم كده منافسه قويه جدا ما بين الثلاث فرق في القمه، اهلي متصدر، زمالك مركز ثاني، بيراميدز مركز ثالث حتى هذه اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها، وقبل مواجهات بكره الزمالك هيلاعب الاسماعيلي والاهلي هيلاعب بيراميدز. فمواجهات اكيد ناريه للاهلي وللزمالك وبيراميدز لحسم اللقب، وده اللي هنشوفه خلال الايام المقبله. والفريق الاقوى والاجهز ذهنيا وبدنيا وكل شيء هو اللي هيقدر يفوز بهذا اللقب، واكيد نتمنى النادي الاهلي هو اللي يكون اقرب لفوز ببطوله الدوري رقم 41 في تاريخه. لسه مع مجله الاهلي وبيتكلموا او بتتكلم المجله على ان في تدريبات تدريجيه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي قبل مباراه بيراميدز، يعني التدريبات كانت مغلقه ما كانش ليها اي متابعين سواء اعلاميين صحفيين، يعني كان الموضوع مغلق خالص من قبل الجهاز الفني ومن قبل الجهاز الاداري كابتن سيد عبد الحفيظ، عشان يكون في مزيد من التركيز والسريه بالنسبه لفريق النادي الاهلي في استعداده لمباراه صعبه زي مباراه بيراميدز، وخصوصا ان هي جايه بعد مرحله كلنا زعلنا فيها بخروج النادي الاهلي الصعب طبعا شويه بسبب الهزيمه الكبيره من صن داونز، فبالتالي مرحلة صعبة، مهم جدا ان انت تحاول تخرج من هذه المرحلة بشكل جيد، لان هنا كان قرار الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بغلق المران امام كل المتابعين. فبالتالي المعسكر هيكون من النهارده، بقى التمرين في هذه اللحظات، يعني المران الاخير بالنسبة للنادي الاهلي، بعديه مباشرة هيعلن مستر لاسيرتي القايمة اللي هيختارها لمباراة بيراميدز غدا، وبعد كده هيتوجهوا لإحدى الفنادق القريبة من ملعب بتروسبورت عشان معسكر ليلة المباراة. الأهرام بقى بتتكلم على المباراة طبعا، وكله في الحقيقة بيتكلم عن مباراة كبيرة بحجم مباراة الأهلي وبيراميدز، وفي الحقيقة بيراميدز عملوا طعم للدوري هذا الموسم بالعناصر الكتير اللي قدروا ان هم يجيبوها في الفريق والتدعيمات والجهاز الفني، ففي الحقيقة عاملين طعم للدوري يعني. فعشان كده الدوري السنه دي هيبقى ليه طعم خاص لو الاهلي قدر ان هو يفوز بيه، يعني مش عشان بيراميدز بس، عشان الزمالك كمان، يعني فرقتين بينافسوا بمنتهى القوه يعني. لكن الاهرام بتقول ان الاهلي خلاص استقر على التشكيل الخاص بهذه المباراه، وان من خلال استنتاجاتهم ان الحيره كلها في مركز واحد، وهم قصدهم المركز ده اللي هو يعني مكان رمضان صبحي او جيرالدو او اجاييه، يعني الحته دي اللي هي تحت المهاجمين دي لسه فيها تفكير شويه، ده على حسب يعني الاهرام بتقوله. البعض او هم كمان كاتبين ان في بعض اعضاء الجهاز الفني بيحاولوا يقنعوا مستر لاسيرتي ان هم يدفعوا برمضان صبحي بدل من اجاييه، عشان اجاييه مجهد شويه خلال الفتره اللي فاتت، وفي الحقيقه اجاييه خاض عدد كبير جدا من المباريات، بس مش هو بس يعني، كل الفرقه لعبوا او عدد كبير من اللاعبين لعبوا عدد مباريات كبير جدا يعني، فبالتالي اعتقد اكيد كله مجهد، لكن في عمليات استشفاء بيقوم بها الجهاز الفني بشكل مستمر. فعموما هنشوف التشكيل بكره ان شاء الله هيكون ايه، وايا كان مين اللي هيلعب هتكون او كلنا هنكون من سنده باذن الله يكون موفق، اهم حاجه في هذه المباراه، مباراه مهمه زي دي، وان شاء الله في انتظار الجمهور اللي هيكون سند للنادي الاهلي في المباراه دي ان شاء الله بعد موافقه الامن باذن الله باذن الله. الاخبار بتتكلم على الاهلي بيغلق تدريباته، ده اللي احنا اتكلمنا فيه، وبتقول ان متصدر الدوري اللي هو النادي الاهلي بيتمسك بحكام اجانب، وان لجنه المسابقات تخاطب 8 دول لاستقدام حكم من احدى هذه الدول. الاهم وانت بتجيب حكم، واعتقد الحكم ممكن يعلنوا عنه النهارده المفروض يعني، وانت بتجيب حكم تجيب حكم تصنيف اول، ما تجيبش حكم من المغمورين، ما تجيبش حكم من اللي هم بيحكموا مباريات مثلا وديه في اوروبا، مباريات مش قويه مثلا في دوري ابطال، يعني نفسنا في حكم كده قوي زي برضو ما بنشوف في الدول اللي حوالينا، يعني الدول اللي حوالينا بيجيبوا حكام جامدين جدا، وبرضو انا بحب اضرب المثل بالسعوديه لان هم في الحقيقه تطوروا تطور رهيب جدا، في الاول كانوا بيعملوا زينا، كانوا بيقلدونا، دلوقتي هم بقوا سابقنا، دي حقيقه.
فلما بيجيبوا حكم بيجيبوا حكم تصنيف اول في اوروبا، وارد برضو يكون ليه اخطاء، ده طبيعي، بس المهم اعمل اللي عليك كاتحاد كوره، كلجنه مسابقات، كلجنه حكام، اعمل اللي عليك وهات حكم يكون مناسب وحكم ليه سمعه جيده من ناحيه يعني ان هو كحكم كويس على الساحه، يعني كل الحكام ليهم سمعه اكيد جيده يعني. فبالتالي مهم جدا وانت تجيب حكم يكون حكم كويس ومناسب للمباراه بحجم مباراه الاهلي وبيراميدز. الجمهوريه بتتكلم على النادي الاهلي ومعسكره لبيراميدز والتعديلات اللي في التشكيل وكلام من ده، كل ده اتكلمنا فيه، لكن الحته اللي عايزين نتكلم فيها وهي خاصه بالميركاتو، كاتبين كده في العنوان الميركاتو صداع في الاهلي. هو في الحقيقه مش صداع ولا حاجه، هم قصدهم على الميركاتو الصيفي، يعني فتره القيد اللي جايه وفتره الانتقالات اللي جايه في الصيف. فالتفكير دلوقتي في النادي الاهلي هو في الحقيقه مش من دلوقتي بس، هو التفكير من فتره، من شهر يناير بعد ما انت دعمت صفوفك كنت برضه مستمر في البحث عن بعض العناصر اللي ممكن تكون اضافه لفريقك في البطوله او في البطولات المختلفه اللي هتشارك فيها بدايه من الموسم الجديد، وده طبيعي جدا. وادارات متخصصه هي اللي بتشتغل في الجزئيه دي بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب المشرف العام على الكره، الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره، والجهاز الفني بقياده مستر مارتين لاسارت. فالميركاتو مش صداع ولا حاجه خالص، في احتياجات، في رقم واحد، انا مثلا عايز فلان الفلاني ده رقم واحد، لو مفاوضات فشلت انا حاطط رقم اثنين ورقم ثلاثه هلجا لهم وكلهم بامكانيات جيده. لكن اللي لازم كل جمهور النادي الاهلي يعرفه ان النادي الاهلي مركز جدا 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 في اهميه ان هو يزود الجوده اللي عنده من اللاعبين. احنا عندنا لاعبين رائعين في الحقيقه، وعندنا لاعبين مميزين جدا جدا وكلهم خبرات وقدرات فنيه رائعه يعني، بس دايما الفرق الكبيره دايما بتحاول تدعم بشكل اكبر، وده شيء طبيعي يعني. يعني باذن الله هيكون في الصيف في صفقات مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله تكون اضافه بالنسبه للفريق. لكن ما فيش صداع ولا حاجه يعني بخصوص الميركاتو، يعني الاهلي عارف بيمشي ازاي وعنده سيستم معين يمشي من خلاله، وده شيء بيميز دايما النادي الاهلي عن اي نادي اخر يعني. المسا كانت بتتكلم على مباراه الاهلي وبيراميدز، وبتقول ان كينو صداع في رأس المدير الفني للأهلي. طبعا كينو لعيب كبير جدا، لعيب كبير قوي، كان اتعرض على النادي الأهلي وحد كده رفض، يعني حد من الجهاز الفني للنادي الأهلي سابقا يعني رفض، وأكيد وجهة نظره الفنية تحترم يعني. لكن المهم لعيب مميز جدا، وأكيد يعني ممكن يكون معمول له حساب بشكل كبير من الجهاز الفني للنادي الأهلي. لكن في الحقيقة هو مش كينو بس اللي لعيب مميز، فرقة بيراميدز مليئة باللاعبين المميزين جدا، عندك بينافنتي، عندك كينو، عندك عبد الله السعيد، عمر خربين ده أميز واحد فيهم يعني، مش هيلعب مباراة طبعا عشان موقوف، عندك عمر جابر، عندك علي جبر، عندك دونجا، لعيب جامد جدا في نص الملعب عندهم، فالفرقة كلها قوية يعني في الحقيقة، هو مش لاعب واحد بس اللي ممكن يفكر فيه الجهاز الفني للنادي الأهلي، لا أكيد بيبقى فيه حسابات معينة ونقاط معينة هيتم التركيز عليها من قبل الجهاز الفني للنادي الأهلي. لكن اللي عايزين نأكد عليه إن فرقة بيراميدز كلها فرقة محترمة وفرقة جيدة وبتضم عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين، ويكون إن هم يكونوا في أول موسم ليهم تحت مسمى بيراميدز، إن هم يكونوا بينافسوا على بطولة الدوري، ده إنجاز حد ذاته، ويخلي للأندية الكبيرة بعض التخوف في المواسم المقبلة إن هم يكونوا مركزين بشكل أكبر على الفوز بالبطولات. هم أكيد السنة دي أو الموسم ده مركزين إن هم يحاولوا ياخدوا دوري أو كاس يعني، لكن بالنسبة لهم لو ما خدوش وطلعوا التالت هم كده كده مش هينفع يقلوا عن التالت خلاص، لأن فرق النقاط ما بين بيراميدز اللي هو المركز التالت والمركز الرابع فرق كبير شوية، فالموضوع محسوم يعني، فبالتالي هيشاركوا في الكونفدراليه. لكن الموسم الجاي اكيد هيكون عندهم طموحات اخرى يعني. فماتش هيكون صعب بكل العناصر الموجوده في بيراميدز، وكمان هيكون صعب قوي قوي على بيراميدز بكل العناصر المميزه جدا في فريق النادي الاهلي. فان شاء الله نشوف مباراه فنيه بشكل كبير جدا. بيتكلموا برده في المسا على ان حمدي فتحي هيكون بدلا من حسام عاشور، احنا عارفين ان عاشور عنده كدمه كده في الركبه، فبالتالي لسه مش عارفين الامور هتبقى ماشيه ازاي، اي خبر جديد هيجي لنا من الفريق او من تدريبات او استعدادات الفريق قبل مباراه الغد اللي هي في هذه اللحظات اكيد هنوافيكم بيه في لحظتها يعني، لان التدريبات مغلقه زي ما انتم عارفين، بس ان شاء الله باذن الله هنحاول نجيب لكم كل ما هو جديد يخص فريق النادي الاهلي. وازارو هيقود الهجوم، وازارو في الحقيقه الفتره اللي فاتت
اخر ماتشين بالتحديد سواء مباراه المقص او مباراه سان داونز الثانيه كان بيأدي بشكل جيد جدا وروح عاليه جدا، وده كمان ما يقللش من مروان محسن لاعب مميز وقدر ان هو يأدي فتره من الفترات جيده جدا حتى الان، يعني الراجل في مستواه وفي قمه مستواه كمان. وعندنا كمان صلاح محسن وفي كمان عمرو جمال بعيد شويه ما اعتقدش ان هو هيكون في الصوره في المباراه دي يعني، لكن ايا كان مين اللي هيكون موجود ان شاء الله يكون موفق في مباراه بيراميدز. مجله الاهلي اتكلمت تاني على التعديلات الدستوريه ان هي هتأجل مباراه الاهلي والمصري، وده اتكلمنا فيه امبارح وقلنا ان المباراه خلاص بعد التعديلات للجنه المسابقات واتحاد الكره المباراه هتكون بدل من يوم 23 بقت 25 يوم الخميس على استاد الجيش بالسويس، واكيد هتكون مباراه قويه وصعبه جدا ايضا في مشوار النادي الاهلي في بطوله الدوري، خصوصا ان فريق المصري بورسعيدي فريق مميز، كابتن ايهاب جلال في الحقيقه عامل لهم شكل حلو قوي قوي في الملعب يعني خلال المباريات، وقدروا ان هم يستعيدوا شخصيتهم نوعا ما بعد رحيل طبعا كابتن حسام حسن اللي كان بقاله 3 سنين مع المصريين. يعني كلها فترة مثيرة، الفترة اللي جاية هتكون مثيرة جدا جدا في كل المباريات، وكلنا متشوقين ومتحفزين ومتحمسين للمتعة في هذه المباريات بمختلف الأندية اللي هتلعب، لأن هي فترة الحسم سواء في القمة أو في القاع. عندك في القمة التنافس على الفوز ببطولة الدوري ما بين 3 فرق أهلي زمالك بيراميدز، في القاع عندك التنافس على البقاء في بطولة الدوري من قبل عدد من الفرق 7-8 تقريبا يعني. فالمنافسة هتكون قوية يعني في بطولة الدوري هذا الموسم وفيما تبقى بتحديد 9 ماتشات تقريبا يعني كل فريق. طيب دي كانت أخبار الأهلي في الصحف، إيه بقى اللي اتكتب عن النادي الأهلي في الموقع؟ يلا نروح نشوف. الموقع الرسمي للأهلي: الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بيراميدز. بوابة أخبار اليوم: لاسارتي يعقد محاضرة بالفيديو مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز. بوابة الأهرام: رمضان صبحي يخضع لفحص طبي قبل مران اليوم. يلا كورة: فارق النقطة 3 تحديات بين الأهلي وبيراميدز قبل موقعة الدوري. فيتو: 3 رسائل من لاسارتي للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز. كورة: الأزمات التاريخية تحاصر مباراة الأهلي وبيراميدز. اليوم السابع: ترقب أهلاوي لحكم مباراة بيراميدز بعد إرسال شيك ب 25,000 دولار. في الجول: اقتراح بتأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز لحضور الجماهير وموقف اتحاد الكورة. الشروق: الأهلي يرفض تأجيل مباراة بيراميدز لحل أزمة منع حضور جماهير. يعني في اخبار مختلفه على المواقع، وفي الحقيقه كلها بتتكلم عن مباراه الاهلي وبيراميدز، وهنبتدي بالموقع الرسمي للنادي الاهلي واللي بيتكلم عن خلاص الفريق بيختتم استعداده لهذه المباراه من خلال المران اللي في هذه اللحظات. خليني اقول لحضراتكم بعض الكواليس كده الخاصه بالمران قبل التدريب. كان في محاضره يعني استمرت لفتره طويله شويه يعني ما يقرب من 25 دقيقه يعني للجهاز الفني مع اللاعبين للحديث عن المباراة وللحديث عن نقاط القوة والضعف في فريق بيراميدز وكيفية التغلب على هذا الفريق الجيد والمنافس ليك في بطولة الدوري في الحقيقة. وبعد المحاضرة على طول ابتدى المران والأمور ماشية كويس لحد دلوقتي. الكلام شوية بس على رمضان صبحي هل في إمكانية إن هو يشارك ولا لأ، بس أعتقد إن رمضان صبحي طبقا للخبر على حسب الفحص الطبي هيكون جاهز ولا لا، فيعني استعدادات اكيد مهمه بالنسبه للنادي الاهلي. بوابه اخبار اليوم بتقول ان لاسارتي يعقد محاضره بالفيديو مع لاعبي الاهلي قبل مواجهه بيراميدز، وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه مع حضراتكم، مش هتكون دي بس المحاضره، لا في محاضره كمان بالليل بعد ما الفريق يروح الفندق بتاعه. بعد العشاء بالتحديد هيكون في محاضره من الجهاز الفني مع اللاعبين للحديث بشكل مفصل اكتر عن المباراه
ما بين الأهلي وبيراميدز. بوابة الأهرام بتقول رمضان صبحي يخضع لفحص طبي قبل مران اليوم. رمضان اشتكى من بعض الإجهاد العضلي كده، نفس الشكوى بتاعت محمد هاني، بس رمضان التشخيص بتاعه المفصل شوية هو ما بين أو عضلة ما بين العضلة الأمامية والعضلة الخلفية، يعني في آلام معينة كده في العضلات بالنسبة لرمضان صبحي. لكن هيكون في فحص طبي، من خلال الفحص ده هيتم الاستقرار بشكل نهائي على مدى إمكانية تواجد رمضان صبحي في المباراة إن شاء الله بإذن الله بكرة. ولعيب مميز جدا، وأكيد النادي الأهلي محتاجه في مباراة مهمة زي دي، ورمضان صبحي طبعا يعني يفرق معايا فريق، إمكانيات كبيرة، إمكانيات فنية بدنية ما شاء الله عليه. نروح ليلا كورة، واللي عمل التقرير بتقول إن فارق النقطة بيخلي إن في ثلاث تحديات بين الأهلي وبيراميدز قبل موقعة الدوري، يعني هو بيتكلموا التحدي رقم واحد إن هي بقت مباراة قمة، وإن المنافسة فيها على قمة الدوري، فده التحدي الأول اللي ما بين الأهلي وبيراميدز والجهاز الفني الأهلي والجهاز الفني لبيراميدز في هذه المباراة. والهدف الأساسي للأهلي طبعا احنا كلنا عارفينه هو الحفاظ على صدارة بطولة الدوري بعد ما رجعت لها بعد فترة كبيرة جدا ما كنتش متصدر بسبب إصابات كتير، فأدت لهزائم، ثلاث هزائم للنادي الأهلي في بطولة الدوري، أيضا بسبب ضغط المباريات وتلاحم الموسم الأفريقي، بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي فاتت، اللي هي مش الحالية اللي فاتت، بتلعب على طول وراها دي، فبالتالي تأجل لك عدد كبير من المباريات، فبالتالي أنت كنت متأخر في ترتيب الجدول، لأن طبيعي في فرق لعبت مباريات أكتر منك بكتير يعني. لكن بمجرد ما رجع النادي الأهلي ولعب كل المباريات المؤجلة، في اللحظات دي النادي الأهلي متواجد على قمة بطولة الدوري بعد منافسة قوية جدا مع نادي الزمالك المميز جدا هذا الموسم، ونادي بيراميدز المميز ايضا هذا الموسم. التحدي الثاني وهو الصقر، هما بيتكلموا ان المباراه دي تعتبر صقريه، ده طبعا طبقا لموقع يلا كوره، المباراه تعتبر صقريه بالنسبه للنادي الاهلي، خصوصا بعد المباراه الاولى اللي جمعت ما بين الفرقتين وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجه 2-1، فبالتالي ممكن تكون دي في حسابات الجماهير شويه. لكن الجهاز الفني بيفكر ان دي مباراه زيها زي اي مباراه، مهم جدا ان انت تاخد بس الثلاث نقط عشان تقدر تمشي بالشكل اللي انت ماشي بيه في الدوري. تعويض، او هم بيتكلموا على برضو الجزء الثالث وهو خاص بتعويض فارق النقاط ما بين بيراميدز والاهلي، وخصوصا ان بيراميدز لسه عنده او لاعب مباراتين اكتر من النادي الاهلي، فيعني كلها امور وتحديات مهمه جدا من خلال مباراه بكره ان شاء الله. طيب اليوم السابع بتقول ان الاهلي خلاص دفع $25,000، وده كان امبارح او اول امبارح كمان، اللي هم بالتحديد فيما يخص بالحكام الاجانب، والفريق صاحب الملعب هو اللي اكيد بيدفع، او صاحب المباراه هو اللي بيدفع $25,000 اللي قال عليهم اتحاد الكره، لو انت عايز تجيب حكم اجنبي لازم تدفع $25,000. فبالتالي خلاص الاهلي ارسل الشيك بهذا المبلغ، ومترقب شويه مين الحكم اللي هيحضر او هيحكم هذه المباراه ان شاء الله. زي ما قلنا نتمنى يكون حكم على مستوى عالي. في الجول بتقول، بصوا بقى الخبرين دول، خبر من في الجول وخبر من الشروق، تمام؟ انا ما اعرفش يعني، مع كل الاحترام لزمايلنا الاعزاء هنا وهنا يعني، لكن في الجول بيقول لك ايه، اقتراح بتاجيل لقاء الاهلي وبيراميدز لحضور الجماهير وموقف اتحاد الكره. طب الاقتراح ده من مين يعني؟ مين اللي قال الاقتراح ده؟ اصلا ده غير مطروح، ده غير مطروح خالص بالنسبه للنادي الاهلي، ان انت تاجل المباراه، وزي ما قلنا لحضراتكم مع بدايه الحلقه، حته ان انت تاجل المباراه عشان تشوف حل في موضوع الجمهور ده، الاهلي رفضه، الاهلي مش عايز كده. الاهلي عايز المباراه تتلعب بكره بجماهيره في المدرجات بشكل طبيعي جدا جدا زي اي مباراه ثانيه. بس الاهلي عايز كده، لكن حته ان انت تاجل ماتش عشان تحل موضوع الجمهور، واحنا ناقصين، هو الدوري ناقص تاجيل يا جماعه؟ الاهلي. طب نروح للشروق اللي هم بيتكلموا بقى منطقيه شويه، وبيقولوا ان الاهلي بيرفض تاجيل مباراه بيراميدز لحل ازمه منع حضور جماهير، وده اللي احنا بقى بنتكلم فيه، وده اللي احنا بنقوله لحضراتكم، ان الحل ده غير مطروح بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي، ومش هيلجأوا ليه اطلاقا، ومتمسكين بحضور جماهير النادي الاهلي في المدرجات في مباراه بيراميدز، لان مفيش اي سبب واضح يمنع
ان الجمهور ما يحضرش المباراه. هتقول لي الملعب في موافقات امنيه على بعض الملاعب اللي يحضر فيها الجماهير، واستاد بتروسبورت ده اللي اتلعب عليه مباراه الزمالك وبيراميدز واللي حضر فيه العدد اللي شفناه من جمهور نادي الزمالك خلال اللقطات اللي فاتت. يعني الامور طبيعيه، الملعب ما فيهوش اي حاجه من الناحيه الامنيه والدنيا متامنه والدنيا زي الفل وتمام. فمفيش اي مبرر اطلاقا ان المباراه تتلعب من غير جمهور. بس المبرر اللي نقدر نستنتجه ان هو تعنت بس على النادي الاهلي. ده اللي اقدر استنتجه، ما مش عارف، مفيش حاجه تانية اقدر استنتجها يعني. ان شاء الله خير والامور تمشي بشكل جيد جدا. كده احنا تابعنا كل الاخبار اللي بتخص النادي الاهلي في الصحافه وفي المواقع كمان. خلينا نروح نشوف بقى اهم وابرز الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. يلا بينا. اليوم السابع، أجيري يعد مجلس الجبلية بالفوز بكأس أمم إفريقيا. بوابة فيتو تعرف على شروط أجيري في اختيار وديات المنتخب قبل كان 2019. 1-3 إيهاب الهيطة وارد ضم عبد الله السعيد ووليد سليمان في الكان. كورة، اتجاه لتطبيق تقنية الفيديو في أمم إفريقيا. اليوم السابع، اتحاد الكرة يوقف الدوري 2 يونيو التزاما بلوائح الفيفا. بوابة الأهرام، عامر حسين عن إقامة السوبر المصري. عامل نفسي مش واخد بالي. بوابة الشروق، في ختام مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليفربول بقيادة صلاح يسعى لتكرار نتيجة الموسم الماضي أمام بورتو. يلا كورة، تايم الأمريكية تختار محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم. بوابة أخبار اليوم، من الأفضل محمد صلاح أم ناني؟ مدرب ليفربول يجيب. بوابة الفجر، شيرر محمد صلاح يحدد بطل الدوري الإنجليزي. في الجول، بالك التعاقد مع مورينيو يجلب فريقا خاصا لبايرن ميونخ. بطولات، برشلونة حسم صفقة ديليخت. أس عربي، أتلتيكو مدريد يجدد عقد أوبلاك والكشف عن الشرط الجزائي الجديد. سبورت 360، أليجري يؤكد بقائه في يوفنتوس بداية ويدافع عن رونالدو. عفوا. طيب هنعلق سريعا على الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخبار المحترفين. اليوم السابع في البدايه كده، اليوم السابع بتتكلم على ان اجيري بيوعد مجلس الجبلية اتحاد الكره بالفوز بكاس الامم الافريقيه. ده شيء طبيعي جدا ومنطقي جدا، انت بتلعب البطوله على ارضك ووسط جماهيرك ان شاء الله، اللي هي طبيعي المفروض هتحضر البطوله يعني. تمام، لان لحد دلوقتي مفيش اي حاجه مبشره يعني ان الجماهير، هو لازم هي هتحضر. انا يعني بهزر شويه بس يعني كل المؤشرات قبل البطوله غير ايجابيه بصراحه. لكن المهم، طبيعي جدا ان انت توعد بالبطوله، خصوصا ان هي مقامه في ملعبك او ملعبك، ومقامه في تواجد جماهيرك اللي هتأذرك بشكل كبير جدا. وغير كده كمان انت عندك الامكانيات الكبيره من اللاعبين من الناحيه الفنيه والبدنيه اللي يقدروا يساعدوك على الفوز ببطوله الامم الافريقيه. فان شاء الله باذن الله يكون موفق مستر اجيري وجهازه المعاون في الفوز بهذه البطوله. ان شاء الله هتكون بطوله مهمه جدا لمصر في توقيت مهم جدا، وان شاء الله نتمنى نجاحها سواء تنظيميا او فنيا، والاهم من كل ده باذن الله المنتخب يفوز بيها. طيب من ضمن برضو الاخبار من 1-3، مهندس ايهاب الهيطه مدير المنتخب قال انه وارد ضم عبد الله السعيد ووليد سليمان لقائمه المنتخب في كاس الامم الافريقيه، واعتقد ان مستر اجيري هيكون محتاج بعض الخبرات في هذه البطوله اللي ممكن ترجح كافه المنتخب في بعض المباريات اللي ممكن تكون صعبه جدا يعني،
خصوصا هم ماشيين بالتفكير اللي هو عامل السن وهم عايزين ينزلوا بمعدل الاعمار شويه، لكن انت في بطوله محدده بفتره محدده لازم ان انت تحاول تستفيد بشكل كبير جدا من الخبرات. كوره، وده خبر بقى مهم قوي، اتجاه لتطبيق تقنيه الفيديو في امم افريقيا، والنبي اللي طبقوا الفار ده لازم في بطوله الامم الافريقيه لازم يتطبق في ظل المستوى التحكيم الافريقي اللي احنا بنشوفه ده السيء جدا جدا في كل المباريات بقى. على فكره سيبك بقى مباراه الاهلي وصن داونز، مش بنعلق على المباراه دي بس، ده كل المباريات اللي الواحد بيتابعها في اي مسابقه بتخص الاتحاد الافريقي الحكم فيها بيبقى سيء، بس سيء بيبقى متوسط. واحنا دي عندنا ازمه في قاره افريقيا في الحقيقه، ان انت ما عندكش حكام بالمستوى عالي غير اثنين او ثلاثه بالكثير قوي قوي يعني، منهم الحكم الاثيوبي مش فاكر اسمه تاسيمه ده ولا مش عارف اسمه ايه، حكم مميز قوي قوي يعني. فبالتالي مهم جدا ان انت تطبق تقنيه الفار عشان يساعدوا الحكام الافارقه في تأدية دورهم بشكل جيد عشان ما نظلمش فريق او منتخب عن الاخر باذن الله يعني. فده الاتجاه بالنسبه لتقنيه الفيديو، وان شاء الله باذن الله يطبقوه يعني. مملكه تسيما صح، اللي هو الحكم الاثيوبي، حكم مميز جدا، وفي حكم جنوب افريقي كمان مميز جدا اسمه جوميز اعتقد يعني. اليوم السابع بتقول اتحاد الكره هيوقف الدوري او هيتم ايقاف الدوري يوم 2 يونيو، ده التزاما بلوائح الفيفا، فده طبيعي جدا. انت قبل اي بطوله معتمدة من قبل الاتحاد الدولي لازم بيكون في فترة معينة قبل البطولة عشان المنتخبات تجهز بجميع لاعبيها المتاحين بالنسبة لها يعني. فبالتالي إن شاء الله أكيد هيكون شيء مهم جدا. النهاردة كمان من ضمن الأخبار المحل أو عفوا الأخبار العالمية، في ختام مباراة دوري أبطال أوروبا أو مباراة ربع النهائي بالتحديد، مباريات النهارده مهمة جدا وصعبة جدا. الصوت بس يا جماعة بعد إذنكم. مباراة مهمة، ليفربول طبعا بقيادة نجمنا المصري محمد صلاح اللي بنتمنى له كل التوفيق في مباراة اليوم، هيقابل بورتو. مباراة الذهاب على أنفيلد خلصت 2-0 ليفربول، فرص بالنسبة لهم كويسة وكبيرة إن شاء الله يوصلوا لنص النهائي. النهارده كمان في مباراة صعبة جدا جدا ما بين توتنهام و مانشستر سيتي، المباراة الأولى على ملعب توتنهام الجديد، انتهت بفوز توتنهام بنتيجة 1-0، لكن لسه الفرص متاحة بالنسبة للفريقين، لكن ما تقدرش تتوقع مين من الفرق الإنجليزية في مواجهة بعض بالتحديد مين اللي يصعد فيهم، يعني هتبقى مباراة أيضاً مهمة جداً. يلا كورة قالت إن التايم الأمريكية تختار محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، ودي حاجة بصراحة جيدة جداً. بوابة أخبار اليوم بتتكلم برضو عن ان محمد صلاح ولا ماني هو الافضل، سالوا يورجن كلوب المدير الفني قال مفيش اي منافسه اصلا ما بينهم، وان الهدف بالنسبه لهم هو هدف واحد ان هم يقدروا يحصدوا الالقاب هذا الموسم لليفربول، خصوصا ان احنا ماشيين بشكل جيد جدا سواء في الدوري او بطوله دوري ابطال اوروبا. شيرر كمان في نفس السياق، الان شيرر طبعا النجم الانجليزي الكبير، قال ان محمد صلاح هيحدد بطل الدوري الانجليزي، وده بسبب ان صلاح عاد مؤخرا التهديف، فلو استمر بمستواه المرتفع خلال الكم مباراة اللي فاتوا هيفرق بشكل كبير جدا مع ليفربول، وممكن يساهم بشكل مؤثر في حصول ليفربول على بطولة الدوري. آخر خبر معانا من في الجول، وبالك طبعا النجم الألماني الشهير لاعب كبير جدا ولاعب تشيلسي السابق، بيقول إن التعاقد مع مورينيو هيكون مهم جدا وهيجلب بريقا خاصا لبايرن ميونخ، وخصوصا ان مورينيو طبعا من المدربين الكبار جدا ما كانش موفق خالص مع مانشستر يونايتد، لكن يبقى احد الاسماء المطروحه على اكبر الانديه في اوروبا، وده اللي احنا هنشوفه خلال الفتره الجايه. طيب دي كانت اهم وابرز الاخبار المحليه والعالميه، وكمان اخبار محمد صلاح ومحترفينا في الخارج، والتركيز اكيد بيكون على محمد صلاح بشكل اكبر لان هو عنده مباراه مهمه جدا النهارده امام بورتو، نتمنى له فيها كل التوفيق. هنروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع نستضيف أستاذ محمد السيد الناقد الرياضي بالأخبار المسائي للحديث عن كل ما هو جديد على الساحة الرياضية. استنونا بعد الفاصل.
شرفنا ونورنا في الاستوديو استاذ محمد السيد الناقد الرياضي بالاخبار المسائي. استاذ محمد مساء الخير عليك. مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين في قناه الاهلي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. متابع الدنيا ازاي الفتره دي واستعدي فيما يتعلق بمباراه الاهلي وبيراميدز والتحديد فيما يخص الحضور الجماهيري؟ هل في اي تطورات؟ طبعا الحدث الابرز طبعا مباراه بيراميدز، و الفترة دي أو الساعات دي بتشهد الأزمة، أنا بسميها أزمة أزمة حضور الجماهير ورفض حضور جمهور للنادي الأهلي، على الرغم من وجود موافقة قبل كده ووجود قرار من اتحاد الكورة بحضور 5000 مشجع. واللي مخلي الأمور فيها أزمة، بطلق عليها اللفظ ده، إن الجمهور اللي هيحضر من الأهلي أو سواء كان من الزمالك قبل كده في المباريات دي هو جمهور أعضاء جمعية عمومية معروف هم مين، الدعوات بتبقى معروف، معروف العدد، معروف المكان اللي هيقعدوا فيه. فاعتقد ان كان الامور كانت المفروض تبقى اسهل من كده، كنا نركز بقى في المباراه، في الفنيات، في طبعا مباراه هتبقى قويه جدا، مباراه مؤثره طبعًا. في هنتكلم عن الناحيه الفنيه بالظبط. كنا هنهتم اكتر، كان هيبقى كلامنا منصب اكتر جدا على الامور دي مش على الازمه اللي احنا فيها. ده الطبيعي المفروض، يعني الاهلي بتمسك بحقه، بخوض المباراه بجمهور، خصوصا ان لو اتكلمنا عن مبدأ تكافؤ الفرص للأهلي بنادي بيه، ويمكن أندية تانية نادي بيه منها نادي بيراميدز نفسه طبعا. اللي اتكلم عن تكافؤ الفرص بين الثلاثي اللي بينافس على اللقب، واحنا دلوقتي في بنقول ايه، في أصعب فترة فيها منافسة، احنا شايفين النقط فرق طبعا. نقطة نقطتين، التلات فرق عندهم الطموح سواء أهلي أو زمالك أو بيراميدز، عندهم طموح الفوز، عندهم طموح اللقب، منافسة شرسة جدا. وصلنا المرحلة اللي احنا بنقول عليها المرحلة الحاسمة، يعني الفترة دي احنا الاهلي هيلعب بيراميدز، في الزمالك هيلعب بيراميدز، في نهاية الموسم الاهلي هيلعب الزمالك بالزبط. دي مباريات فاصلة في شكل تحديد البطل السنة دي. فنيجي في الوقت ده ونرجع تاني نقول لا، المباراة بدون جمهور، لا الاهلي بيتمسك بحقه، خصوصا ان مباراة الدور الاول ما بين الزمالك وبيراميدز اللي هم الاثنين المنافسين للاهلي واللي بنطبق عليهم نفس الكلام ونفس الشروط فيما يخص تكافؤ الفرص، مباراة لعبت بجمهور. يمكن برضو لو رجعنا لورا اكتر، مباراة الاسماعيلي وبيراميدز بالظبط اللي كانت في الاسماعيليه، يمكن كانت اول هزيمه لبيراميدز صح، فكان الجمهور عامل مؤثر جدا في المباراه. الاسماعيلي فاز، كان موقفه صعب جدا في جدول الدوري، كان بيراميدز ماشي بشكل كويس، ومع ذلك الجمهور كان نقطة انطلاق أو نقطة قوة كبيرة طبعا. جدا للإسماعيلي إن هو يفوز بالمباراة دي. فبما إن الفرق دي استفادت من حضور جمهورها سواء الزمالك سواء الإسماعيلي سواء أي فريق قابل بيراميدز والجمهور، وأنا بخص هنا الزمالك ليه؟ لأن زي ما قلنا الزمالك والأهلي وبيراميدز هم اللي في المنافسة، هم اللي في المنافسة، هم اللي على اللقب. يمكن نفتكر حصل أزمة مشابهة من فترة، كان بطلها بيراميدز اللي طالب بعدم خوض مباراته أمام الأهلي إلا بعد خوض الأهلي والزمالك مباراتهم بالزبط. تطبيقا لمبدا تكافؤ الفرص اللي بنتكلم عليه. يمكن قلنا عنده حق، يمكن قلنا اتحاد الكوره نفسه اعترف بالخطا وقال انا اخطات وعمل تعديل في جدول الدوري مخصوص بسبب الطلب ده وانصف بيراميدز في القصه دي. فاعتقد من العدل ان ما يطبق على هذا النادي يطبق على هذا النادي بالظبط، بغض النظر بقى عن الطلبات، عن الصوت الاعلى، عن اللي بيقدم طلب مبكر، اللي بيقدم طلب متاخر. المفروض اتحاد الكوره دوره تطبيق العدل بين المتنافسين، وانا ما بتكلمش هنا كمان عن المتنافسين في القمة، في برضه فرق بتتصارع على الهبوط طبعا. في فرق يهمها مراكز تاهل افريقي، فالفتره دي فتره صعبه جدا في الدوري، كل الفرق بتجني ثمار اللي عملته الفتره اللي فاتت من بدايه الموسم. فمن الظلم ان انا اجي على فريق على حساب فريق اخر، بغض النظر عن الاسماء، بغض النظر عن الاهلي، بغض النظر عن بيراميدز، بغض النظر عن الداخليه، الجون، اي فريق من حقه ان هو يحصل على حقه، والحق هنا ان هو يكون متساوي في الحقوق والواجبات مع الفرق اللي بتنافسه بالظبط، علشان لما يتحدد نتيجه او يتحدد بطل او يتحدد مين هابط او مين صاعد يكون عن حق وعن عدل ومحدش يشتكي من الظلم. القصه دي اعتقد ان الاهلي حتى الان لو بنتكلم على التطورات، الاهلي حتى الان ممكن نقول في مشاورات، في اتصالات، في تشاور، الموقف هيبقى ايه، ولكن لحد قبل ما ندخل على الاهلي موقفه كان واضح امبارح واعلنه في بيان رسمي ان هو بيتمسك بخوض المباراه بجمهور اسوه بما حدث في مباراه الزمالك وبيراميدز. ناهيك عن
قصه ان الجمهور او التشكيك او الخوف من جمهور الاهلي، لا احنا شفنا جمهور الاهلي في المباراه اللي فاتت كان فريق خسران كويس جدا بصراحه، الفريق خسران، الفريق خارج من بطوله، بطوله كبيره كانت حلم عند كل الجماهير، كانت حلم عند كل اللاعبين، ومع ذلك شفنا مشهد في نهايه المباراه الكل اشاد بيه والكل وقف عنده، تحيه اللاعبين للجمهور وتحيه الجمهور للاعبين، الكل اتكلم عنها، الكل اتكلم عن الالتزام، مشهد معانا على الشاشه بالظبط، يعني الكل اتكلم عن الالتزام، الكل اتكلم عن المظهر الحضاري اللي قدمه جمهور الاهلي، في حين ان هو كان عدد كبير، يعني احنا لو بصينا عدد كبير اكتر من 30 على فكره، اكتر من 30 اعتقد وصلوا ل 40 وكان موقف كويس من الامن ان هم سمحوا لاي حد يكون تم السماح للجمهور الموجود في محيط برج العرب ان هو يخش المباراه بالظبط، وكان الرد او كان المظهر الحضاري اللي احنا شفناه شيء مبشر للجميع، واحنا قلنا ساعتها هو في احسن من كده بذمتك؟ احنا قلنا ساعتها مفيش احسن من كده، جمهور كان بيأذر الفريق وعارف ان فريقه خرج بفرق اهداف كمان كبير وزعلان وكل حاجه، بس عارف ان الموقف صعب وعارف ان هو لازم يبقى جنب فريقه، فوجه لهم التحيه بعد المباراه، فجمهور عمل كل السلوكيات المميزه اللي ما ينفعش تغلطوا فيها في اي حاجه خالص في مباراه زي دي، ازاي بقى ما يحضرش مباراه بكره حاجه؟ ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بقوله، التزامن ده مع ده يخلي مجلس الاهلي او يخلي اداره الاهلي او يخلي جمهور الاهلي بالتحديد، انا اتكلم عن الجمهور، عنده حاله غضب طبعا، ان هو لا انا عملت كل حاجه، انا ظهرت بمظهر كويس، الفرق اللي قصادي استفادت من حضورها، من حضور جمهورها، انا من حقي ان انا استفيد حتى لو بالعدد المسموح به، هو الاهلي ما بيطالبش بزياده عدد او ما بيطالبش بحاجه فوق ما خدوا الانديه الثانيه، لا بالعكس بيطالب بحقوقه، بس انت اقررت من الدور الثاني قرار رسمي من اتحاد الكوره، الملاعب دي مسموح فيها بالدخول ب 5000 مشجع، 4000 ونص. انا اول مره اشوف اللقطه دي، اللقطه هم بقى داخلين غرف خلع ملابس، بص جمهور الاهلي يا جماعه، انا بقول لك تحيه متبادله الدرجه الاولى، بيحيي ازاي ما فيش لفظ خارج، ما فيش حتى غضب، كان ممكن بصراحة. كنا ممكن احنا نستنى غضب جماهيري بعد المباراه، الخروج بعد المؤازره وبعد التعب ان يبقى فيه غضب، لا بالعكس شفنا الغضب ده توجه بصوره تحفيز للفريق للي جاي، صح، لانه كان الامل كان ضعيف وكان الكل متفق ان الامل ضعيف في البطوله، فتحول التركيز مباشره، جمهور الاهلي عنده وعي وجمهور الكره المصريه كله عنده وعي دلوقتي، اتحول التركيز مباشره لبطوله الدوري، لا انا بدل ما اخسر بطولتين، لا انا خسرت بطوله خلاص اوريدي، بركز على اللي في ايديا دلوقتي، صح، اللي هي بطوله الدوري، واعتقد ان من اهم مبارياتها مباريات بكره طبعا، فطبعا شيء مثير للاهتمام بالنسبه للجمهور، مثير للغضب بالنسبه لهم، ان انا مش من حق ان انا احضر المباراه دي، خصوصا ان هو كمان مش جمهور زي ما قلنا، ده هيبقى اعضاء جمعيه عموميه، معروف طبعا هويتهم، معروف ايه بيبقى السلوك بتاعهم، سلوك طبعا سلوك كل جماهير الاهلي سلوك محترم شايفينه على طبعاً. على الهوا، ولكن انا بقول ما كانش في مبرر ان احنا تحصل الازمه دي قبل المباراه ب 24 ساعه. موقف الاهلي اللي جاي او اللي هيحصل بكره، الاهلي معروف ان هو طبعا ما بيصدرش ازمات، مش هيصدر ازمه، مش هيعمل ازمه جديده، ما بيصنعش ازمه، بل بالعكس هو دلوقتي اتحط في ازمه، يعني الاهلي دلوقتي بمجلسه هو مش هيصدر ازمات، بس مش هيتنازل عن حقوقه، هو اتحط في ازمه، هو تصدر له ازمه بالظبط، يعني كنا بنتكلم قبل الهوا، الاهلي تصدر له ازمه ومش مجبر ان هو يتنازل عن حقوقه في الازمه دي، ومن حقه ان هو يطالب بالعدل في المسابقه، بالعدل والتكافؤ الفرص الممنوح لكل الفرق، من حق الاهلي ان هو يتمسك بموقفه بحضور الجماهير، سواء بقى اتحاد الكره تراءى ليه ان هو ممكن ياجل المباراه لوقت يكون مسموح ليه بحضور جمهور، خصوصا ان احنا اللي واصل دلوقتي بس الاهلي رافض التأجيل، ان الامن رافض، ما هو لو اتكلمنا ان الامن رافض في التوقيت ده او في اليوم ده حضور الجمهور، خلاص ما فيش حل تاني، ما فيش هيبقى في حل غير، بس الاهم في القصه دي ان الاهلي مش هيتنازل، او يعني معروف ان هو مش هيتنازل عن حقه، الاهلي واللي بيتمثل في القصه دي في حضور جماهير المباراه، الاهلي بيتمسك حتى الان، قلت لك زي ما قلنا قبل ما نخش الهوا، الاهلي بيتمسك بخوض المباراه بكره وبحضور عدد الجمهور المسموح به بنفس الكيفيه وبنفس الطريقه اللي بيخش بيها بقيه الفرق الثانيه، بالدعوه وبكارنيه الجمعيه العموميه، و 4000 ونص مسموحين لجمهور الاهلي، 500 مسموحين لجمهور بيراميدز، 3 للاهلي و 1500 لاتحاد الكوره، و 500 لبيراميدز، 500 لبيراميدز، يعني 4 ونص 500 لفريق بيراميدز بالظبط، نفس اللي حصل مع الزمالك في الدور الاول، واعتقد نفس الملعب، ملعب بيتروسبورت اللي شاهد، ما هو ده بقى اللي بيخلينا نسال،
يعني ده اللي بيخلينا نسأل. احنا طبعا بنحترم الامن جدا وبنقدر كل مجهوداته اللي بيقوم بيها لتأمين كل المباريات وكل طبعاً الاحداث طبعا وظروف البلد اللي هو بيتراقى كل حاجه بس لازم يكون في اجابات او ردود منطقيه على ان مباراتك انت بالتحديد كنادي اهلي مع نفس الفريق اللي لعبه الزمالك بجمهور واللي لعبه الاسماعيلي بجمهور يكون في رد على انك مش هتلعب بالجمهور. اعتقد احنا بنستنى الرد او المفروض الازمه دي تكون موجوده في اتحاد الكوره، نستنى الرد من اتحاد الكوره. من اتحاد الكوره. مش من الاهلي ومش طبعا من مش من الاهلي ومش من ومش من الامن، مع احترامنا طبعا الامن طبعا بنقدر مجهوده في الفتره دي وفي طبعًا كل الفترات طبعا طبعا وكلها بنستنى وبنقدر التواصل وبنقدر كل حاجه بخصوص الظروف بتاعت البلد او ايه اللي مسموح في الوقت ده للبلد، ولكن انا القائم على التنظيم اللي بيقدر يتواصل مع الامن وياخد الموافقات ويقدر يحدد مواعيد بناء على هذا هذه الاتصالات، لا هو دلوقتي الازمه عنده هو هو اللي يقدر يحلها. انا دلوقتي ما برميش الازمه ولا في الاهلي ولا بيراميدز ولا الامن. لا اللي قادر على التواصل مع الامن هو اتحاد الكوره، اللي قادر ياخد قرار سواء بتاجيل او بلعب المباراه او 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 هو اتحاد الكوره. شفنا قبل كده تعديلات كتير جدا في جدول الدوري فعلا، سواء بقى بتدخلات من الامن او بتدخلات اخرى. وطبعا معروف طلبات تانية اتقدمت وتم الانصياع ليها. تمام. فالاتحاد الكوره بننتظر منه النهارده مش بكره، بننتظر منه حل للموضوع ده، حل الازمه دي تطبيقا لمبدا تكافؤ الفرص اللي انا اصر ان انا لازم اذكره. طبعا انت بتنظم مسابقه انت المسؤول، انت المسؤول ان انت توازن بين كل الفرق اللي بتنافس. ما ينفعش الاهلي يجي يقول انت حرمتني من جمهوري والمنافس بتاعي المباشر لا استفاد استفاد بجمهور. احنا عارفين ان بيراميدز بيلعب المباريات على ملعب الدفاع الجوي، المباراه الثانيه ما فيهاش ازمه، مباراه بيراميدز الاهلي لعبها بنفس الشروط المطبقه من اتحاد الكوره ان ملعب الدفاع الجوي ما بيستضيفش مباريات. لا طب دلوقتي ملعب بيتو سبورت بيستضيف. طب من وجهه نظرك ممكن تكون ايه الاسباب؟ من وجهه نظر انا بحاول ادور على سبب بصراحه. هو اللي بيتقال ب ب ب بصيغه رسميه من اتحاد الكوره ان الامن هو اللي رفض. وانا همشي مع هذا يعني انا مش انا هصدق. انا عندي حسن نيه نعتبر انا عندي حسن نيه ان الامن رافض دخول الجماهير في الوقت ده. طيب انت كاتحاد كوره فين توازناتك الثانيه؟ انت المفروض انت تتمسك قبل الاهلي ان اللي يتطبق على الزمالك وبيراميدز يتطبق على الاهلي. ليه ما حلتش انت الموضوع قبل ما ترجع للاهلي او قبل المباراه ب 24 ساعه؟ انا عارف من اسبوع ان الوقت ده مثلا غير مسموح فيه، ما احنا مش امبارح او اول امبارح تم تاجيل مباراه يوم الاثنين عشان بطلب من الامن التعديلات الدستوريه بسبب الاستفتاء. حليت انت ولا ما حليتش؟ حليت. شفت ميعاد ثاني؟ ميعاد واثنين بالظبط. ده بالعكس، ده احنا شفنا حل لمباراه في الكونفدراليه الافريقيه. مصر هتستضيف مباراه الهلال والنجم الساحلي. النجم الساحلي المباراه دي كان ميعادها 22 ابريل. اتحاد الكوره توصل لحل ان هي تتاجل يوم يوم 23 علشان تقام في مصر. فانت كاتحاد عندك حلول، انت اللي بتتواصل مش النادي الاهلي، والنادي الاهلي لو نفتكر في قرارات مجلس اداره سابقه قال ان الموافقات الامنيه والملعب اللي استضيف المباريات تحديده بحيث ان هو يستوعب جماهير الاهلي دي مسؤوليه اتحاد كوره. فانت اذا انت عندك انت عندك التفاصيل دي اكتر من اي حد. انت اللي بتنظم المسابقه وعارف التفاصيل دي، عارف ان الامن ممكن يرفض في اليوم ده، انت محدد المباراه وعارف ان الامن ممكن يرفض. لا انا ممكن قبل فتره من المباراه اشوف موعد تاني، اقدمها يوم اخرها يوم. وممكن يكون الامن فاجئهم بالرفض؟ ممكن يكون الامن فاجئهم بالرفض؟ ما اعتقدش. لا الامن ما فاجئش، المعلومات موجوده في اتحاد الكوره. يعني هم بيحطوا النادي الاهلي تحت الامر الواقع يعني؟ ما هو قبل 24 انا قلت لك اديتك مثال. احنا من ثلاث ايام جه جواب من الاتحاد الافريقي اقامه مباراه الهلال والنجم الساحلي الهلال والنجم الساحلي يوم 22، من ثلاث اربع ايام اترد عليه بان لا خلوها لو سمحت 23. اذا انت عندك معلومات من ثلاث او اربع ايام. ليه احنا استنينا للاجتماع الفني اللي بيسبق المباراه ب 24 ساعه؟ انا اعتقد ان اتحاد الكوره عنده المعلومه ما تفاجئش. عايز اسالك سؤال، احنا ليه دايما احنا مبارياتنا في الدوري المصري
بدل ما نتمتع بيها فنيا ونترقب التشكيل ده والتشكيل ده والامور هتبقى ماشيه ازاي وده فنيا هيلعب ازاي وتكتيكيا هيلعب، نتكلم في ازمات قبل المباريات بساعات قليله جدا. ماتش الاهلي والزمالك ده مثلا الناس كلها كانت مترقبه الماتش بقى، قلنا بقى ماتش عالمي هنشوفه لان المنافسه وفرقتين جامدين قوي. يوم الماتش الصبح المناخ طبعا والامطار وكلام من ده والارصاد كانت محذره ومش عارف ايه، ومع ذلك شفنا مباراه سيئه جدا للاسف وملعب كان سيء وكلام من ده. ما الظروف ما الظروف اللي بتحكم. تمام، مباراه الاهلي وبيراميدز نفس القصه، انت دلوقتي جاي على ماتش جامد جدا ما بين فرقتين تتفرج تتمتع كرويا، حتى لو انت مش اهلاوي هتتفرج وتتمتع طبعا من خلال امكانيات اللاعبين الموجودين. طبعا ايه لازمه ازمه من غير لازمه؟ يعني هي ازمه فعلا من غير لازمه، طب ليه يعني؟ طب انت المفروض نتكلم فنيا اصلا في الماتش، مش المفروض نتكلم. انت بتقول ازمه، لا ده احنا ازمات، احنا طول الموسم على كده. انا بتكلم تحديدا عن مباراه الاهلي وبيراميدز، لكن فعلا طول الموسم في ازمات طول كتير. الموسم من بدايته واللي بيتقال على طول يعني ردا على اي نقد او اي هجوم او اي كلام، ده موسم استثنائي. ما هو موسم استثنائي وكل حاجه مفيش اي مشكله، موسم استثنائي مش لمصر بس يعني كل الدول الافريقيه واغلبهم اغلب دول شمال افريقيا عندها الموسم الاستثنائي ده. ولكن احنا ليه ما بنسبقش زي ما انت بتقول؟ ليه بنستنى ساعات عشان نحل الازمه؟ يعني ليه نعمل الازمه وبعد كده نحلها؟ احنا ليه ما بنسبقش؟ ليه ما بنحطش قدامنا الخريطه لقدام؟ يعني احنا لحد دلوقتي احنا ما نعرفش الدوري هينتهي امتى. احنا لحد دلوقتي ما نعرفش الاسبوع اللي بعد الجاي هيتلعب امتى. لحد دلوقتي فعلا احنا اخر جدول نعرفه. دي وكالات الانباء العالميه بتشتكي من القصه دي على فكره، بيقول لك احنا مش عارفين جدول الدوري المصري الامور ماشيه ازاي، ده فجاه يكون في ميعاد مباراه بيتاجل. في حاجات عندنا بتمشي بالبركه ولسه الموسم ده برده بيكمل وهيكمل بالبركه. احنا الفرق اللي هتلعب في البطولات الافريقيه حد يعرف يتحددوا ازاي؟ الموسم مش هينتهي قبل كاس الامم، لازم يكون انتهى بس في مهله، وفي مهله من الاتحاد الافريقي عشان تبعت اسامي الفرق اللي بتشارك في البطولات الافريقيه. طب هتتعامل ازاي مع الموقف ده؟ هل هنستنى لليوم الاخير في المهله عشان اطلع اقول للانديه يا انديه انا عندي موسم استثنائي الموقف هيبقى كذا 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 وخلاص انا هختار الانديه بناء على هذا المعيار؟ حد اتكلم؟ لا محدش اتكلم. هنستنى قبل المهله بيومين ونقول اصل هنعمل اتصالات بالاتحاد الافريقي؟ طب هديك مثل تاني بقى، التحكيم وقايلين السنه دي ان المفروض كان هيبقى في فار في الدور الثاني واحنا عارفين انه صعب بس الموسم الجاي. وانا بقول لك هل في استعدادات لحد دلوقتي؟ ده سؤال انا سالته امبارح من خلال الحلقه، هل في استعدادات دلوقتي جديه من اتحاد الكره ان يكون في فار في الدوري المصري؟ ولا الموسم الجاي هنيجي بقى قبل الدوري ما يبتدي على طول نقول ان هنحاول نعمل الفار مش عارف ناجله الموسم اللي بعده؟ طب انت بتتكلم عن الفار، مستوى التحكيم السنه دي يرضي حد؟ لا طبعا. كل الفرق اشتكت؟ طبعا. شايفين اخطاء السنه دي غريبه جدا؟ شايفين مستويات خلت دفعت اكتر الانديه ان هي تطالب بحكام اجانب؟ يمكن السنه دي ظاهره ان يعني من اكتر المواسم اللي فيها حكام اجانب. طبعا انت كل اكتر المواسم دلوقتي عندك من اكتر المواسم اللي فيها اخطاء. طب انا قبل ما ابص للفار بقى اللي هطبقه السنه الجايه او السنه اللي بعدها او اللي بعدها، هل انا اشتغلت على التحكيم بتاعي ان ارفع مستوى؟ احنا شفنا خطه او شفنا مثلا ما اعلنوش على اي خطه بصراحه، ما اعلناش على اي حاجه، ما اعلناش على ان انا هرتقي بمستوى التحكيم ده ازاي؟ ان انا لا اتصدى لموضوع التحكيم الاجنبي، هو كل ما يقال لا لو مش عاجبك المصري روح هات اجنبي وادفع. ما ده مش حل. مع ان الحكم المصري برضه عنده قدرات جيده، يعني شفنا جهاد جريشه في مباراه الهلال والاهلي السعودي عمل مباراه ممتازه جدا. طبعا احنا عندنا هل الاجواء بتفرق؟ عندنا حكام على فكره، عندنا حكام كويسين جدا. بصراحه يعني عندنا حكام كويسين وعندنا حكام واعدين وعندنا حكام يعني على اعلى مستوى. طبعا المفروض احنا كنا بنفتخر بحكامنا في الوطن العربي وفي افريقيا. لا دلوقتي احنا بنشوف حكام يعني في الوطن العربي او في افريقيا بيتفوقوا على حكامنا وده مش مقبول. انت 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 بقى كاتحاد كوره او كلجنه حكام، انا ده سؤالي، انت اشتغلت عليهم ازاي؟ طب انت هترجعني ازاي تاني لمستوايا؟ انا ما ينفعش ان انا اكتفي بان انا هات حكم اجنبي، ما هو ده برضه على فكره يضر التحكيم او يضر الحكم المصري بتاعي. لما الاهلي والزمالك وبيراميدز ويمكن سموحه بيطلب دلوقتي ويمكن انديه ثانيه كمان بتصارع على الهبوط، بس الاهلي لو مش عندها مش طالب حكام اجانب، هي بس مباريات معينه. مباريات معينه طبعا، لكن الزمالك عايز في كل مباريات وبيراميدز عايز في كل مباريات وسموحه رجع في كل المباريات والانديه اللي بتصارع على الهبوط لو عندها امكانيات هتطلب حكام اجانب. بس ما عندهمش امكانيات فمش هيطلبوا، راضيين بالامر الواقع. ولكن احنا عندنا ازمه في التحكيم، لازم نقول احنا هنشتغل عليها ازاي. انا ما اجيبش حكم اجنبي ياثر كمان بالسلب على الحكم المصري، يعني انا كل ما اجيب في حكام اجانب ده مش هيفيد حكمي، لا ده هياثر عليه بالسلب ان كل ده مش راضي عني. بالظبط، لا المفروض يكون في خطه نشوفها لموضوع التحكيم. هو القصه كلها ان احنا لازم يا جماعه نحضر نفسنا كمسؤولين او كاتحاد كوره
او كاي منظومه في مصر لازم ان انت تحضر نفسك كويس جدا وما تزنقش نفسك للحظات الاخيره والساعات الاخيره والايام الاخيره. ما نتفاجئش بقرارات ما استناش. معلش مع احترامي انا سمعت تصريحات من يومين ان لو الاهلي او الزمالك لو ما صعدش في افريقيا فممكن نعمل ايه في الدوري. طب لو الزمالك لو صعد ممكن الدوري يبقى فيه صعوبه ان هو يكمل، واحنا مش عارفين ان في انديه مصريه بتشارك في افريقيا. دي معروفه من اول الموسم. انا اتفاجئت ان الزمالك هيصعد دلوقتي او الاهلي هيصعد دلوقتي. هو قالوا ان ممكن المهندس هاني ابو رضا بعلاقاته مع الاتحاد الافريقي ان هو يتكلم معاهم ويقول لهم عايزين ناجل بس الفتره بتاعه الاعلان عن الانديه المشاركه في بطولات الافريقيه. طب وهل ده حل؟ طب فرضا الاتصالات الوديه دي ما جابتش نتيجه، يبقى خلاص انت كده خلاص حطيت انت بديل بقى. لا ما انا بتكلم ان انا ليه استنى لاخر يومين والجا لاتصالات وديه ان المهندس هاني ابو رضا يتدخل مشكورا ويقول يا جماعه اجلوا لنا ادونا استثناء لما احنا عارفين الدوري بتاعنا هيخلص امتى؟ لا ما نعرفش. طب ما ممكن الاستثناء ده الاستثناء اللي هيدوه لنا مهما كان هو يكون الدوري ما يسمحش مخلص. يكون دوري ابطال افريقيا بدا والدوري بتاعك لسه ما خلصش. فانت ايه المعيار بتاعك اللي هتحطه؟ ما حدش يعرف، حتى في اتحاد الكوره نفسه ما حدش يعرف. ودي ممكن تعمل ازمه على فكره بالمناسبه في نهايه الموسم ان في فرق عندها طموح المشاركه في البطولات الافريقيه. طيب وده حقها. خلينا في الازمه الحاليه بقى، ازاي يتم الخروج من ازمه حضور جمهور النادي الاهلي لمباراه بيراميدز غدا من وجهه نظرك؟ ما انا قلت لك ده الحل لها عند اتحاد الكوره. اتحاد الكوره اللي هو بيتمثل في ايه بقى الحل؟ التواصل مع الامن واقناعه بال 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 بحضور الجمهور. انت شاكك ان اتحاد الكوره ممكن ما يقومش بالدور ده؟ ممكن اتحاد الكوره الامن يقول له مش عايز جمهور، ف اللي هو خلاص ما يبقاش فيه محاولات. ما فيش محاولات. انا ممكن اعمل محاولات الاول ان الجمهور يخش. طب اقول لك يا سيدي ممكن اقلل العدد مثلا، بلاش 5000 خليهم 3000. انا قصدي ابدا بالحلول الاول ان انت تتواصل بيها مع الامن. واعتقدش ان الامن هيرفض ان 3000 يحضروا في مباراه. 3000 عدد قليل قوي يعني. عدد قليل، وبعدين احنا الامن بتاعنا قوي جدا يا جماعه، ومن نادي واحد يعني يقدر يامن اي حد. من نادي واحد، نادي واحد يعني بالظبط. مش هيبقى فيه تراشق، مش هيبقى فيه ازمه، مش هيبقى فيه ولازم برضه هنقف مع الامن ونقول ان لا جمهور الاهلي يلتزم. يعني برضه يتاخد وعود او يتاخد كلام ان جمهور الاهلي يلتزم، التفتيش يبقى فيه التزام فيه. ان يبقى فيه مراقبه لتصرفات الجمهور اثناء المباراه، ما عندناش اي مشكله. كل دي حاجات لازم الجمهور يبقى ملتزم بالظبط، يأذر فريقه بعيدا عن اي شيء اخر. واعتقد ان جمهور الاهلي عنده الوعي في ده. يعني مش هيبقى فيه مشكله، ده من ضمن الحلول. الحل الثاني لو خلاص يعني غير مسموح خالص على الاطلاق بحضور الجمهور بكره، لا انا اتحاد كوره الاقي حل بتاجيل المباراه بالتنسيق مع الامن، بالتنسيق مع الامن والاهلي وبيراميدز احتراما لكل الاطراف. لا ان جماعه المباراه دي في نوي مش هتقام بدون جمهور في التوقيت ده بسبب كذا كذا، اوديهم سبب اشركهم معايا. ففي حل ان احنا ممكن ناجلها للميعاد الفلاني مثلا، وهيكون مسموح فيها بحضور الجمهور. يعني اكيد نتمنى حل سريع لهذه الازمه قبل ما احنا مستنيين النهارده. ما نستناش لبكره، المباراه بكره. واعتقد ان الحل الودي ما بين اتحاد الكوره والامن هو الاقرب. ان انت قلل العدد واسمح بدخول الجمهور. هي الازمه في الحقيقه مش مع بيراميدز عشان الامور تبقى واضحه، مش مع اي جهه او جهه او حد معين، مش مع اتحاد الكوره مش مع الكلام ده. الازمه بالنسبه للنادي الاهلي هي في حضور جماهيره وحقه المشروع اللي عايز يستخدمه في المباراه بتاعت بكره. وبالمناسبه هو حق لاي منافس، يعني لو الزمالك في نفس الموقف اكيد من حقه. احنا مش بنتكلم على ان حق الاهلي بس، الزمالك يعني استخدم حقه في مباراه بيراميدز بحضور الجماهير، الاسماعيلي استخدم حقه في مباراه بيراميدز. وبيراميدز استخدم حقه بالضبط. في ان هو ما يلعبش مباراته مع الاهلي قبل ما الزمالك يلعب مباراته مع الاهلي. الحقوق واضحه لكل الانديه المصريه، واحنا بنتكلم بشكل عام على كل الانديه المصريه. العدل ما يزعلش حد لاي نادي بالظبط. طيب خلينا نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل نرجع نواصل هذا الحوار الشيق. استنونا. بعد الفاصل سريعا مستمرين في الحديث على كل الجوانب الخاصة بمباراة الأهلي وبيراميدز، واتكلمنا فيما يخص حضور الجماهير. لكن لسه ضيفي في الاستوديو أستاذ محمد السيد. تحديد عايز أسألك، هل أزمة الجمهور دي وعدم حضوره أو حضوره لمباراة بكرة ممكن يشتت شوية لاعبي الفرقتين أو بالتحديد النادي الأهلي؟ بص أنا أقول يعني هقول شقين. الشق الأول طبعا وارد مع أي فريق ده يشتت. الشق الثاني ان المفترض لعيبه بحجم لعيبه النادي الاهلي او اللعيبه برضه اللي موجوده في بيراميدز المفروض دول بعاد تماما عن اللي بيثار ده كله، المفروض تركيزهم كله في الملعب. ويمكن الاهلي بالتحديد
يمكن قافل تدريباته من امبارح. الامور فيها تركيز كبير جدا في التدريبات. اعتقد ان ده لعيبه برضو كبيره، لعيبه محترفه، لعيبه عارفه يعني ايه اللي بيدار، ده ما يشغلهمش. الشغل الشاغل ليهم سواء جهاز فني او لاعبين هو الملعب. طيب. فاعتقد ان ده مش هيبقى ليه تاثير. والناحيه الثانيه برضو اعتقد مش هيبقى ليه تاثير. طيب. برضو في لعيبه هناك بحجم كبير يعني. فنيا بقى خلينا نتكلم بقى فنيا شويه في الماتش ان شاء الله باذن الله لما تلعب بكره بحضور الجماهير ان شاء الله. يعني نتمنى رؤيتك للمباراه فنيا، الفرقتين ابرز الغيابات هنا وهنا، ايه الدنيا ايه؟ طبعا مباراة صعبة، مباراة صعبة جدا، وانا يمكن بقول عليها من المباراة المفتاحية او الفاصلة في تحديد بطل الدوري الموسم ده، مع مباريات يوم الاثنين او اللي اتأجلت، الزمالك وبيراميدز والاهلي والمصري ومباراة الاهلي والزمالك الاخير. طبعا. دي مباريات هتحدد، ومباريات على فكرة الاسماعيلي برضه، يعني الاهلي مع الاسماعيلي والزمالك، ماتشين الاسماعيلي هيكونوا صعبين وبرضه هيفرقوا. مباريات حاسمة، وانا بقول الدوري السنة دي في الاربع فرق دول، تحديدهم بين الاربع فرق دول المصري والاسماعيلي هيبقى لهم دور كبير جدا في تحديد البطل. فالمباراة صعبة وصعبة على الفريقين، صعوبتها على الأهلي كمان أكبر، أو أهميتها للأهلي أكبر، إن هو دلوقتي الأهلي خلاص بقى تركيزه على بطولة الدوري. هدفه الأول بطولة الدوري طبعا بعد الخروج الأفريقي. فمن كل الأوجه أنت كمصالحة لجماهيرك، أنت كموسم ليك تنجحه أو تحفظ فيه قدر من النجاح، عشان برضو نبقى في دقة في الكلام. طبعا. لأن النجاح الكامل كان يبقى بطولتين طبعا. فتحفظ فيه قدر من النجاح، بطولة الدوري وكأس مصر. فده اللي فاضل للاهلي السنه دي. اعتقد ان هيبقى في تركيز كبير جدا في الاهلي على البطولتين دول، خصوصا بطوله الدوري دلوقتي في المباريات اللي في شهر ابريل. بالزبط. مباريات مهمه زي ما قلنا، مباريات فاصله بدايتها في بيراميدز، والاهم ان مباراه بيراميدز جايه بعد الخروج الافريقي مباشره. وبيراميدز كسب الاهلي الدور الاول، ففي كذا عامل من العوامل هتخلي الاهلي. طيب. سريعا الاصابات في بيراميدز، كينو فعلا مش هيلعب، وبينافينتي وكلام من ده. مين اللي قال في اصابه؟ مالك النادي طبعا اعلن ان في بينافينتي وكينو. معلوماتك انت ايه؟ مصابين. انا ما لا، احنا شفنا يمكن قبلها برضو تويته بيوم من مالك النادي بيتكلم. هو طبعا انا شايفها في اطار الدعابه، الحرب النفسيه، وبيعتبرها حرب لكن نفسيه، لكن هم متاحين، انما اللعيبه جاهزه جاهزين هيلعبوا يعني. هو بس عمر خربين هو اللي غايب للايقاف، انما باقي الفريق كله جاهز. وده طبعا في اطار التشويق والاثاره اللي بيحصل. مش عاديه يعني، ما فيهاش اي حاجه خالص. توقعاتك اخيرا المباراه انا زي ما بقول صعب فيها التوقع. ولكن الحوافز عند الاهلي اكتر، واعتقد هو الاقرب او التعادل ان شاء الله باذن الله. استاذ محمد السيد الناقد الرياضي بالاخبار المسائيه، انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا جدا جدا. طيب يعني اكيد مع نهايه الحلقه نتمنى الدنيا كلها والامور تمشي بالشكل الجيد، وباذن الله الامن يوافق على حضور جماهير النادي الاهلي مباراه الغد امام بيراميدز، والامور تمشي بشكل طبيعي زي بقيه المباريات، وان شاء الله باذن الله تكون مباراه مثيره فنيا بشكل كبير جدا، ونتمتع بيها كلنا كمتابعين لمباراه كبيره بحجم مباراه الاهلي وبيراميدز. نتمنى ان شاء الله باذن الله الازمه دي تعدي على خير وتخلص بسرعه، ونشوف ان شاء الله باذن الله ماتش بكره في ميعاده بشكل كويس جدا، واجواء تكون رائعه باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، ان شاء الله يفوز بثلاث نقاط مهمه في مشواره في بطوله الدوري، وباذن الله يواصل اعتلاء صداره الجدول، وده ان شاء الله باذن الله نتمناه من كل جمهور النادي الاهلي. دي حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنوني في حلقه بكره جديده باذن الله من نفس البرنامج. الى اللقاء.